حبيب يا أغلى حبيب تملك بالي وقلبي وأنا بنساك تملي وحشني لو حتى العنف الجامعي غريب جدا. ف
فجأة بتكون الجامعة مكان للدراسة، مكان للعلم، وبعدين بتتحول لساحة معركة، ومعركة تذكر في التاريخ قد ما فيها بلطات وسيوف ورشاشات وأسلحة وشي غريب، وقد ما صار في دراسات وأبحاث عن الموضوع، احنا اقتنعنا انه احنا ما راح نقدر نحل مشكلة العنف الجامعي، لأنه في كثير ناس أذكى منا حاولت وما عرفتش. فقررنا بدل ما نحل مشكلة العنف الجامعي ليش ما نأكدها؟ فبدل آسف على الجملة التطعيم والكلام اللي بنذكر فيه أجزاء معينة في الإنسان درسناها في صف ثامن وتاسع، وبدل ما يصير في وصف غريب للحقد اللي بيتكون بمكان جامعي غريب جدا، فقررنا بدل ما نعمل هاي الشغلات ليش ما حجر ورق قص في المنطقة بتشوف وجهها، وبدل ما نحكي الفزعة يا رجال ونعبي باصات الكوستا ونجيب باصات الكوستا ونصفها عند الجامعة، بتسأل اللي جوا الباص بتقول له انت ليش جاي ولا جاي اضربه؟ طب مين هو؟ طب ماشي كيف شكله؟ طب انت ليش جاي تضربه؟ طب شو بدك تعمل؟ بدك تحرس؟ طب ليش؟ ما حدش عارف، كل باص الكوستر ما حدش عارف، عشان ما نغلبش قرايبنا ولاد عمنا واصحابنا ونسايبنا بينهم يجوا بالباصات، ليش ما؟ جاهز؟ ولك انا اللي جاهز لك. متدرب؟ انا اللي متدرب. ورجيني. طبعا احنا خلينا سليمان يفوز عشان نعمل شوية خيال علمي. وبدل ما يصير في عنا استخدام غريب وصلنا باخر الموضوع. تمام.
معروف كثير ناس تقاتل في أرجاء العالم منهم هذا في جمهورية الكونغو. ممكن ناخده على الانترنت اوكي، الموضوع كله اقل من 10 دقائق لا تخاف. هلا بدنا نشوف شو راي الفايلن بالموضوع وركزوا، لانه اللي راح يزرع ياخذ جائزه استشارة قانونية ببلاش. تفضل. هاي تبع جاك سبارو ولا مش عارف اسمه. برافو. قانونيا على الورق نعم اكشلي لحق، يعني اذا واحد اخذ منك صوره وراح حرب فيها على الموزمبيق عشان تقاضيه بدك تدفع حق يعني الاشي راح تستخدم منها بجوز 4 أضعاف. فالقانون
تطلع على نص رصاص بلاد عمرو. مالك يا نص نسيس ليش بدكش تنام؟ كيف انام وانا جوعان؟ طيب بعمل لك زي ما بدك شو بدك.
أنت